اذا صباح الخير لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذه المباشرة. احنا في قلب ساحة الجامعة الفناء التي تعتبر القلب النابض لمدينة مراكش اللي يعني تم الاعتراف بها من طرف منظمة اليونسكو كتراث مادي شفاهي كما تتشاهد معنا في هذه اللحظات. على العموم اليوم احنا بدنا نناقشوا موضوع ديال الزيادات المهولة اللي عاشوها المغاربة بخصوص الخضروات والفواكه وكذلك اللحوم بمختلف الأصناف ديالها سواء اللحوم البيضاء أو اللحوم الحمراء. فاليوم يعني المغاربة تتسألوا بشكل كبير وبشكل متواصل يعني على الزيادات المفاجئة يعني في المواد الاستهلاكية الأساسية اللي مرتبطة بالمواطن واللي دائما المواطن بالنسبة له يعني اللي تتشكل يعني أهمية كبرى بخصوص المعيشة ديالو متتبعينا. فكما تنشوفوا بأنه الطماطم اللي هي مطيشة وصلت ما شاء الله ل 15 درهم الكيلو كغيرها وك يعني كحال جميع الخضروات الاخرى يعني البطاطا ويعني والخضروات الاخرى اللي دائما المغاربه يعني تستهلكوها بشكل كبير بالاضافه للزيادات في البيض يعني سواء البيض العادي او البيض البلدي. يعني البيض العادي اللي وصل درهم ونصف يعني 30 ريال كذلك البيض البلدي اللي وصل 50 ريال. يعني اللحم الدجاج اللي دائما المواطن تيستهلكو بشكل كبير لانه الوسيله او كما تنقولوا يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن انه يوفر من خلالها وهي الدجاج. فالدجاج ما شاء الله اللي وصل 21 درهم الكيلو يعني والبلدي 65 كيلو. يعني الاثمنه يعني لا تضاهي ولا توازي القدره الشرائيه ديال المواطن اللي ولا بين نارين يعني ما بين الحياه كيفاش انه يسير الحياه من جهه ويدبر اموره من جهه يعني وانه يسير يعني الزيادات هذه الزيادات المهوله في المواد الاستهلاكيه. مع العلم ان اغلبيه المغاربه يعني واحد 60% من المغاربه يعني اللي كما تنقولوا بانه يعني ما كاينش زياده في الاجور يعني كاين استقرار في الاجور او تدني الاجور بصفه اذا اعتبرنا هذا يعني هذا يعني الامر. يعني اغلبيه المغاربه الله يحسن العوان كاين واحد تدني الاجور بشكل كبير وهو اللي تيخلي واحد علامه استفهام كبيره. يعني يعني تنعرفوا اغلبيه المغاربه طالبين معاش والله يحسن العوان قدره يعني الرزق يعني الفلوس اللي تيشدوا او انه اللي تيحصلوا عليها يعني قليله وقليله بزاف. فبالتالي كيفاش انه واش المواطن هذا ولا تكفيه 100 درهم او 150 درهم في اليوم ما بين الالتزامات الشخصيه ديالو والالتزامات المنزليه او العائليه بصفه عامه. هذا هو السؤال المطروح متتبعينا. واش يعني دايرين بالاعتبار يعني الحكومه من خلال هذه التفاوتات في الزيادات في الاثمنه بصفه عامه واش واخذين عين الاعتبار يعني القدره الشرائيه ديال المواطن البسيط في المغرب خصوصا انه الان حنا في ظل متغيرات بما فيها زلزال الحوز ما بعد كورونا واللي انهكت بشكل كبير ربما الميزانية ديال الدولة وما بقاش هناك مداخل اللي تقدر انه تنعش التوازن يعني الاقتصادي بالمغرب. وبالتالي يعني الان المغرب يعني تحاول من خلال هذه او الحكومة بصفة عامة تتحاول في كل الاحوال انه توازي ما بين يعني الميزانيات وكذلك تقلص شي شوية من الالتزامات. ولكن هذا الشيء تأثر لأنه في الأول وفي الأخير تبقى المواطن المغربي الحلقة الضعيفة في ظل هذا الشيء ديال يعني القرارات يعني وللأسف تنشوفوا بأنه اللي تنسمعوا على مال الشكارة اللي ولاو محتكرين أو أنهم ولاو يعني تدفعوا بقوة جميع القطاعات. يعني تنشوفوا بأنه
الامر ولا صعب وصعب جدا متتبعينا بطبيعة الحال، لان تنسمعوا انه في جميع القطاعات جميع المجالات ولي تنسمعوا بموالين الشكر اللي ولي تحتكروا اي مجال كيف ما كان النوع ديالو، وبالتالي تأثروا على القدرة الشرائية ديال التجار بالتقسيط. يعني ما بقيناش نسمعوا التاجر بالتقسيط، يعني امس كنا باش نشوفوا باش نوقفوا على الاثمنة ديال الاثمنة ديال الدجاج اللي وصلت 21 درهم، وهذا الشيء اللي دفع التساؤل في كل الاحوال. يعني اللي سمعتوا وتابعتوا معنا في هذاك البث المباشر امس، يعني المساله ديال هذوك موالين الشكارة، يعني الناس اللي ولات يديروا يعني تياخذوا تحتكروا بهذه العباره تحتكروا المجال، وبالتالي ولا تاثر هذا الشيء بشكل كبير في جميع القطاعات، ماشي حتى في هذا الشيء المواد الاستهلاكي. يعني ولينا تنسمعوهم حتى في الخضروات، يعني في هذا الشيء ديال الخضره، ولينا تنسمعوهم في هذا الشيء ديال اللحوم، ولينا تنسمعوهم في هذا الشيء ديال المواد الاستهلاكيه الاخرى، يعني في الاتاي في السكر في الزيت، ولينا تنسمعوا بزاف هاد موالين السكرات اللي الان يعني بعد كورونا ولا ظهروا بشكل كبير، ولا حتى كاين السوق بشكل كبير، ولا هما يعني تيقرروا اصحاب القرار بخصوص هذا الشيء ديال الزيادات، يعني هذا الشيء ديال الزيادات والارتفاع في الاثمنه بصفه عامه على المستوى الوطني. والله يرحمنا بشي شويه الشتاء، لانه كيف ما كان الحال هذا الموسم ربما هذا يكون اصعب المواسم. الله ينزل اللطف من عنده، لانه حنا في نهايه شهر دجنبر، نهايه هذا الموسم هذا، والحدود الساعه ما كاينش امطار، امطار اللي تقدر انه تنعش، لانه الفلاحين كلهم بصفه عامه الان، سواء الفلاح، لانه ما بقيش نتحدثوا على فلاح صغير، ما بقيش نتحدثوا على الفلاحين الصغار او الفلاح المتوسط، يعني دروك كندويو على الفلاح الكبار هو اللي بقاو، لانه تقريبا هذه 6 سنوات او 7 سنوات المغرب ما عرفش، يعني ما كانش هناك امطار قويه، ما كانش واحد الموسم استثنائي في المطر، وبالتالي هذا الشيء اللي اثر بشكل كبير على الفلاحين العاديين بصفه خاصه، ويعني كانت له تاثيرات جانبيه على حتى القدره الشرائيه ديال هاد الفلاحين، لانهم ما بقاش يقدروا على انهم يشريو لا الاسمده لا الحبوب، لا انهم باش انهم يفلحوا الاراضي ديالهم، وبالتالي ولينا بين نارين، نار يعني انه هاد الفلاح هذا يعني كما تنقولوا تخلى على المكانه ديالو او المزاوله ديالو للفلاحه، وخلى المجال يعني للفلاحين الكبار انهم هم الوحيدين يحتكروا الاسواق على المستوى الوطني. هذه امور حقيقه عايشينها بكل الاعتبارات، والان المواطن يعني ما بقاش يستطع انه يدخر، ما بقاش انه يستطع انه العيش، القدره الشرائيه انخفضت، مؤشرات القدره الشرائيه بصفه عامه على المستوى الوطني انخفضت. تنعرفوا المواطن المغربي الله يحسن العوان، يعني طبقة واحد الشريحة عريضة وعريضة جدا من المواطن المغربي، يعني طالبين معاشو بهذا العبارة، هذه هي الكلمة الصحيحة، يعني طالبين معاشو، يعني تيخرج باش انه يخدم باش يجيب 80 درهم ولا 100 درهم، باش وفيها الكرا وفيها الظلمة وفيها يعني بزاف ديال الحوايج اللي فيها بزاف الالتزامات، فبالاحرى الا كانوا وليدات وكان يعني مصاريف علاج وتكاليف اخرى اللي تتاثر وتتاثر على هاد يعني هاد العائله او الاب او الاسره ان صح التعبير المتتبعين. يعني تتلقى في المنزل جوج الناس ثلاثه الناس خدامين، تتلقى الاب والام ولا الابن ولا البنت يعني خدامين، ولكن ما تغطوش جميع المصاريف، ما تقدروش انهم يعني يتكلفوا بجميع الامور ديال الحياه، وهذه حقيقه واقعيه ما يمكنش اننا نتغاضوها او اننا نتفادوها. هذا الشيء عارفينه المغاربه وعارفينه بشكل كبير، وتنتمنى انه دائما
الحكومه وكذلك المسؤولين يعني لجان المراقبه، يعني هذا دور لجان المراقبه في جميع العمالات، يعني خصهم دائما المراقبه والمراقبه والمراقبه. حنا تندويو على الاستقرار، الاستقرار ديال القدره المعيشيه ديال المواطن بصفه عامه على مستوى المغرب. ف يعني لجان المراقبه في العمالات يعني خصهم دائما يكتفوا الحملات او انهم يزيدوا العمالات، يعني النقط ديال مستوى العمالات انهم يزيدوا من لجان التفتيش، باش انه دائما يكون هناك واحد الضبط وزجر المخالفات في حق الناس اللي تيديروا الزيادات بشكل كبير على المواطن، وبالتالي نقدروا اننا بعدا نحافظوا على القدره الشرائيه، توازن القدره الشرائيه، ماشي حتى القدره الشرائيه، هي توازن القدره الشرائيه في ظل هاد الزيادات، الزيادات اللي تنعيشوها بصفه عامه. كنتمنى يعني كنتمنى انه يكون تجاوب في هذا البث المباشر الان مع هذا اللايف، باش اننا نناقشوا ندردشوا شي شويه. على العموم كنتمنى انه في هذا البث المباشر ان تكون رساله واضحه، وانه الامر يوصل للناس اللي فوض لهم تدبير امور المغاربه بصفه عامه. ويعني هذا ما يمكن قوله بطبيعه الحال. شكرا لكم متابعين، نتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه، الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيوب.